صباح الخير. بدأ حياته المهنية في مدينة نيويورك عام 1996 كاستشاري لشركة هندسية استشارية أمريكية. ارتقى إلى رتب عالية وتسلم مسؤوليات كبيرة، منها منصب نائب الرئيس ومدير عام منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولكن بعد 25 سنة من الخبرة الوظيفية والنجاح الباهر في الشركة الأمريكية، قرر أن يصبح رائد أعمال في دولة الإمارات وأسس مشروعين غير اعتياديين. الأول مركز بيانات فائق السعة يغطي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والثاني شركة للاستشارات الاستراتيجية والتكنولوجية. يسعدني أن ينضم إلينا اليوم رائد الأعمال الأمريكي غريغوري جازمن، المؤسس المشارك والشريك التنفيذي لشركة جوتك RDC والمؤسس والعضو المنتدب لمجموعة X2X. غريغوري، ويلكم، ثانك يو فور بينج وذ اس توداي. شكرا لك تواجدنا اليوم. شكرا هالة غريغوري. قصتك ملهمة جدا، لأن نرى شخصا وصل إلى مناصب عالية جدا مثل نائب رئيس وعضو منتدب أو مدير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى الرغم من كل ذلك قررت تأسيس شركتين هنا في الإمارات العربية المتحدة وتصبح رائد أعمال. ما الذي دفعك لتصبح رائد أعمال؟ أنا عادة أقول بأن الأمر استغرقني 20 عاما لكي تكون لدي هذه الشجاعة لاتخاذ هذه الخطوة. ريادة الأعمال دائما كانت من سماتي عندما بدأت أول شركاتي في 24 أو 24، و المسار كل ما تعلمته وتجاربي وطموحاتي هي التي قادتني لأصبح رائد أعمال، سواء في البيئة المؤسسية عملت في الولايات المتحدة في مكاتب مثل نيويورك، لوس أنجلوس، أتلانتا، ولكن في الختام انتقلت إلى هنا لفتح مكتب جديد في منطقة جديدة. هذه هي الروحية، روحية رائدة الأعمال طالما كانت في داخلي. قصة مدهشة. قلت لي قبل دخولنا للاستوديو، عندما كان عمرك 20 سنة أسست الشركة لبضعة أشهر، فلديك هذه الروحية حتى عند شبابك. نعم، لطالما كانت في داخلي بدأنا شركة كمبيوترات وشبكة كمبيوترات، وهذه الروحية التي قادتني إلى ما حققته وأصبحت عليه اليوم. حديثا عن اليوم، لديك شركتين ناجحتين جدا، واحدة مختصة في مراكز البيانات والأخرى استشارية عندما نتحدث عن استراتيجيات والتكنولوجيا. حدثت عن هاتين الشركتين، ومن وجهة نظرك أنت صنعتها، حولت شركة ناشئة إلى شركة ناجحة، ما العناصر التي تحقق النجاح؟ برأيي هالة، أحد العناصر الأساسية هي العثور على الأمر أو العامل المميز أو الثغرات في السوق التي لم تقدم الخدمات، سواء الآخرين لم يرغبوا أو غير قادرين على تقديم الخدمات لها. وعندما تجين الطريقة لسد هذه الثغرة ستنجحين. مثلا في المنطقة من العالم التطوير وبناء البنى التحتية الرقمية للشرق الأوسط وأفريقيا، هذا شيء أساسي لتحقيق طموحات الإمارات العربية المتحدة، مثلا تقديم خدمات الـ 5G والسيارة ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي. لتحقيق ذلك فنحن بحاجة إلى بنية تحتية رقمية، ونحن في مركز مثالي لسد هذه الثغرة. تماما غريغ، ما سبب أهمية تشجيع رواد الأعمال والشركات الناشئة للاستثمار في الإمارات العربية المتحدة، وما هو دور إكسبو في ذلك؟ أنا هنا في الإمارات العربية المتحدة منذ 10 سنوات الآن، فهي باتت مثل وطني، وأشعر بأن الإمارات مثل مقر للمواهب والبنى التحتية الرقمية ورأس المال، سواء النقد أو حتى الذكائي، فهو يستقطب الكثير من الأفراد للمجيء إلى هنا. وتأسيس شركات ناشئة وأكسبو يلعب دورا هاما. في السابق كنا نخرج إلى العالم ونقدم أفكارنا، أما مع أكسبو فأكسبو هو الذي جاء بالعالم إلى دبي ليتحدث إلينا، فعلينا أن ننتهز هذه الفرصة لكي نكون قادرين على إبراز أفكارنا وأعمالنا لبقية العالم. تماما. حديثا عن أكسبو، هل تسنت لك الفرصة لزيارة أكسبو قبل اليوم؟ قبل اليوم لم أزر أكسبو، ولكن لدينا أو هناك بعض الأجنحة التي أطلع عليها. ما هي هذه الأجنحة؟
لا شك بأن سأزور جناح الإمارات والولايات المتحدة، ولكن مندهش جدا بجناح سنغافوري مع محور الطبيعة والمستقبل ورعاية. هذه مواضيع لطالما أثرت علي وأرجو أن أعرف كيف طبقوها. إذن ستخطط بعد هذا البرنامج زيارتين تماما. غريغوري جازمن السورنا يتواجدك معنا، شكرا جزيلا.